يا له من ادعاءات مثيرة للسخرية والاستهزاء. تأمل أخي في هذه الآية الادعاءات الباطلة لليهود والنصارى والمشركين، يزعمون أن المسيح ابن الله وعزير ابن الله وحتى الملائكة ينعتونهم ببنات الله. تعالى الله عن مثل هذه الادعاءات الباطلة علوا كبيرا. هل يحتاج الله إلى الولد وله ملك السماوات والأرض؟ من خضع لإرادة الله وصار عبد الله كيف يمكن أن يكون ولد لله؟ بأي عقل يفكر هؤلاء؟ الذي أبدع هذا الكون وأتى به من لا شيء يحتاج إلى الولد؟ سبحانه عما يصفون. من أمره بين الكاف والنون؟ إذا يشاء أمرا يوجه إليه كلمته الخالدة كن فيتحقق بلا منازعة أو مقاومة. هل يحتاج إلى الولد؟ بل هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له مثيل. والعجيب أن مقولتهم الجائرة في حق الله تعالى تتضمن تناقضا، وهي أنهم أثبتوا لله الولد وقالوا اتخذ. كيف ذلك؟ والاتخاذ يعني الاكتساب، والاكتساب يتنافى مع الولدية، لهذا جاء فعل اتخذ تعريضا بالاستهزاء بهم. ونستنبط من الآية موعظتين، الأولى الوصية بالتوحيد والثانية التحذير من الشرك بالله.